صار لا يتحمل الظروف المعيشية التي هو التي هو يعمل فيها مكان العمل، لا كتابة، لا كتابة يعمل، لا كتابة للمدرسين، لا كتابة للتلميذ. الحجرات متهدمة، الحجرات الصفورة متهالكة، الرواتب متدنية، الاكتظاظ. تصوروا أن المعلم والأستاذ والمدرس في بعض القاعات درجة حرارتها تتراوح ما بين 40 إلى 50 درجة، ويكتظ فيها بعض التلاميذ ما بين 60 إلى 90 إلى 100 وحتى تتجاوز بعض ذلك. تصوروا أن نحن في القرن 21 بعضنا يدرس في الأعرشة، بعضنا يدرس ما زال في شبه الخيام. إذن هذه وقفة المعلمين، وقفة الأساتذة في ساحة ولاية العصابة. اليوم خرجوا يطالبون بتحقيق عريضتهم المطلبية، من بينها إيجاد بيئة تربوية ملائمة كالحجرات مجهزة، والحد من الاكتظاظ، وتوفير وسائل الإضاحي، وتأمين الحرم المدرسي إلى آخر ذلك.